تحياتي وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من اليوم وغدا. المرأة نصف المجتمع، جملة يمكن بنسمعها كتير زمان في مصر لحد ما تحولت معانا لأكلاشي من غير ما ندرك قيمة الجملة دي وحقيقتها. طيب هو افتقاد القيمة دي بتيجي منين؟ يمكن بتيجي من أسباب كتيرة قوي، من أهم الأسباب دي هو عدم التقدير الحقيقي للكيان المهم ده، كيان المرأة المصرية. علشان كده لما نلاقي تقدير فعلي وكلمة شكرا اللي بتتقال من خلال تكريم واحترام، يبقى لازم نركز على النقط دي، النقط والخطوات اللي بتخلينا ندرك بشكل واضح إيه قيمة وعظمة المرأة في مصر، سواء من خلال دورها كأم، زوجة، أخت، ابنة، أو مسؤولة في أي منصب في الدولة بتقوم بيه بالتوازي مع دورها الاجتماعي. من خطوات التقدير والاحترام ده اللي شفناه النهاردة للمرأة المصرية في تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية عظيمة كرم الرئيس فيها عدد من الأمهات المصريات العظيمات المثاليات في جميع محافظات مصر. حضور الرئيس للاحتفالية بيجي من منطلق الحرص الدائم على تكريم المرأة المصرية تقديرا لدورها وتأكيدا على احترام المرأة المصرية ودورها في المجتمع. طبعا المرأة اللي بتناضل في كل الميادين في الحياة، لان ده طبعا احنا بنشوفه من تأكيد الرئيس ان المرأة المصرية ضربت اروع الامثلة في شجاعتها وقدرتها على التحدي والعطاء استكمالا لدور المرأة. طبعا احنا بنتكلم على صانعات السعادة، يعني كما وصفهم الرئيس النهاردة في كلمته في الاحتفالية، وطبعا بيسعدنا ان احنا نستضيف نماذج مشرفة من الأمهات اللي ضربوا أمثلة في التضحية والكفاح واللي اتكرموا النهاردة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.